واحنا نقول ليلي 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 ويقصروك يا ليل يا ليل على على هنا وسرور وسرور والشمس وعد الليل الليل تطلع عليهم نور 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 الله الله يا معلمي شو حتى طلعوا لك وراتي ولك قعده وراتي أبي كان الله يرحمه صوته حلو كتير وأمي كانت تدق عود وتغني باستقبالات النسوان يعني عيلة فنية؟ نعم عم قول عيلة فنية معلم عم تتمسخر ولا كعدو؟ لا والله يا معلمي ما عم بتمسخر عم بحكي جد لأنه أنا التاني ستي الله يرحمها كان صوتها حلو كتير كتير وكانت تغني بالموالد والأعراس ما عرفتها لستي معلم؟ لا والله مين بتكون يا نور العيون؟ نوال الشامية نوال الشامية ما غيرها؟ ايه ما غيره عرفتها معلمي؟ لا والله الله يصلحك يا معلمي ستي نوال كان صوتها كتير كتير حلو كان شاطرة بالمقامات والعرب هلا هي صحيح في خنة بصوتها وكانت تتعطس كتير بس الناس كانت تحبها شو بدنا نساوي له؟ بعدين بنات مكنوا بحلب اللي صاروا وتصيطوا هدول طالعين من تحت جناحها ايوه الله يرحمها يا سيدي جميل جمال مالوش مثال ولا في الخيال صدى اللي قال زي الغزال جميل أهلين وسهلين ومرحبتين بيا القامة والعين أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ أمور يا سيدي حضرتك أبو صبري مكوك أيوة أنا أبو صبري مكوك وصلت يا أستاذ أمور أهلا وسهلا ومرحبا فيك دلوني عليك جماعة بيعجبني رأيهم قالوا لي قال أنه أنت أحسن من فصل جاكيت بالشام فحبيت اجي اتعرف عليك وشوف امكانياتك معلمي امكانياته رهيبه والاكثر من هيك انه سمع انا عم بحكي مع الاخ انت مين بتكون انا كعدو خردو انا تلميذه لاب صبري خليك على جنب اذا سمحت انا ما بحكي الا مع معلمين الله يسامحك يا سيدي اعطيني حلمك معلمي بيستحي يحكي عن حاله مشان هيك حبيت حطك بالصوره اخي لا تحطني ولا بحطك خليك بحالك الله يرضى على اسمك ها خلاص كعدو خلاص شباك أمرك معلم إيه سيدي أمرني حضرتك بدك تفصل طقم رجالي شو ها؟ طبعا رجالي لك النسواني لا 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 عفوا مو هذا أقصد الله خلينا هيك شوف عمي أنا بدي فصل طقم بس إذا عجبني راح ساويهم طقمين إيه على عيني وراسي أنت بتأمر أمر إيه سيدي الجوخة من عندك ولا من عنا ليش أنت في عندك جوخ ولو شوفت عينك بيت السبع ما بيخلى من العظام عندي يا سيدي عندي من العظام عندي من مختلف انواع الجوخ كوبونات كوبونات فاخره جدا هيلد من افخر الاصواف الغاليه والعالميه وعندي كمان ترقال تويد ديولين يعني شو ما بتطلب عندي سيدي مشي طيب شو رايك تاخذ قياسي بالاول على عيني وراسي تكرم عيونك الاسم الكريم استاذ حمزه نقرها 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 وبالسبعة تنعار فيصل نقرها شو بيربك دخيل عينا؟ اللهم أجيبك يا طولة البال لك عمي انت خليك بشغلك الله يرضى على اسمك انا عم بحكي مع المعلم امرك سيدي ابو صبري ان شاء الله ما بتطول بالتسليم لا لا ابدا سيدي هوا هوا؟ شو يعني هوا؟ يعني بعد 20 يوم بيكون الطقم جاهز بإذن الله لك لا شو عم بحكي شو 20 يوم انا بدي الطقم يكون جاهز بعد 12 يوم في عندي عرس وبدي احضر فيه والله يا سيد نقرها اخي إذا بتريد نادي لي أبو سليم يا على عيني وراسي والله يا أبو سليم نقرها لك أخي نادي لي أبو سليم وبس شو بدك بالكنية خلص تبقتها يعني أيوة على عيني على عيني أصبح خلينا ناخذ القياس بالأول بعدين بنختار الجوخة شو رأيك أستاذ ماشي شوف شغلك كعدو أي سيدي شلون بتحب الخصر؟ مزمرق طيب على عيني وراسي كتوب يا كعدو الخصر مزمرق شو يعني مزمرق معلي؟ كتوب مثل ما عمل لك أمرك 95 65 نعم 45 45 شاخ عفوا شاخ 45 نعم باطن باي 56
يا سيدي نحن خلصنا قياس. بتحب تنقي جوخة؟ هات لشوف، ورجينا شو في عندها. تكرم عيونك يا أستاذ. شو قلت لي بتفضل اللون؟ والله أنا بفضل اللون الكحلي. يعني ما بعرف بس بحس إنه اللون الكحلي لون أكابري. لكن يا سيدي لكن تسلم لي، شو إنك مزوي؟ على عيني وراسي كحلي كحلي. وين حطيت الكحلي أنا؟ وين يا ربي؟ أيوة هذا هو يا رب. شوي شوي مشانك. أيوة شوف دس دس من عمو. شايف من عمو؟ هلا ما في شك القماشة منيحة بس أنا بفضل جيب الجوخة من عندي. لا ليش لحتى تعذب حالك؟ أنا بإذن الله ما بغشك، وهالكوبوني اللي عم ورجيك إياها هي من أفخر أنواع الصوف، هي من هيمالايا من معزة المارينو، نادرة جدا، خفيفة بالوزن وبالشتاء بتبخ نار. طيب وقديش حق دراع؟ من حيث السعر لك كلك فكري أبدا، أنا رح أعطيك سعر ما انعطى لواحد ابن أمه وأبوه، سعر خاص جدا. ليش؟ ليش يا حزرك؟ لأنه أنا يعني حابب ضمك ضمن مجموعة الفي اي بي تبعي. وشو بيشتغل هذا الفي اي بي؟ الفي اي بي يا استاذ مو زلمة، هدول ناس مهمين يعني تقال. هيك كان قصده معلمي. ولك انت شو دخلها؟ مو عم بحكي انا والمعلم، خليك بشغلك يا اخي. انا كنت حابب انصحك. ولك خليك بشغلك. لعمك شو بتلعب وبتتدخل بشغلات مالك فيها؟ خلاص قعدوا خلاص، سمعنا شباب. هذا صانعي مزوي كتير، صار له عندي عمر وتعليقاته كتير حلوة، وياما ضحكني وأنا مو جاي على بالي أضحك، عابس وياما. هلأ اتركني من صانعك وخلصني، قديش بدك حق دراع؟ سيدي ما منختلف، من العب للجيبة مو فارقة، باينتك زلمة أكابر وما رح نتشاكل مع بعضنا بإذن الله. يا سيدي تسلم، بس قلي قديش حق دراع؟ صدقني ما رح اخذ منك ليره واحدة زياده، يعني لو فتلت السوق ما رح تلاقي ارخص من السعر اللي رح اعطيك يا سيدي. الله يبارك فيك ويخلي لنا، بس بقديش يعني؟ سيدي انت لا تدفع ولا فرنك الا بعد ما تلبس الطقم، واذا ما عجبك انا مستعد اقدم لك اياه هديه. ولك نفخت لي قلبي، مشان الله احكي لي قديش بدك حق دراع؟ طول بالك يا سيدي، طول بالك علي ابو سليم، طول بالك. هو الزباين الجداد انهم دائما سعر مدلل، يعني انا هذا شعاري. امنت بالله على نهار. لك بدك تجنني ابو صبري، قل لي قديش حق دراع؟ ها سيدي أنا ما رح قلك لا بعشرين ولا 22 ولا رح قلك لا بثلاثين ولا بثمنتعش، لأنه الربح المادي عندي ما هو الأساس، هيك طبعي أنا، يعني هيك ربيت أنا. والدي الله يرحمه ترابه كان. ولك أبو صبري لا طلع لي خلقيها وخلي اغلط معك، بديش الدراع. فظاعة فظاعة، شو انك عصبي. عجول وعصبي. على كل حال يا سيدي انا رح اعطيك دراع، اللهم صل على النبي. لكن والله الواحد بيحتار يعني، لانه جيتك على المحل غالي وفوتك لعندي والله ما بتقدر بثمانية استاذ. ولك ابو صبري مشان الله فهمني، انت ملاقي رزقك بالشارع؟ لا ابدا، سبحانك يا ربي، يا مانح الطير بالسماء رزقه، يا عاطي العصافير. ولك كلمة ورد غطاها، الدراع بقديش؟ لو سمحت. يعني هو إذا قلنا الطقم بده 3 دروع ونص، بعتقد الشغلة ما رح تكلفك كتير، مقبولة مهضومة مبلوعة. يعني يا معلمي ببوس إيدك قل له خلصني بقى، والله التحى قلبي وقلبه. شبك شو صار له؟ يا سيدي الدراع راح احسب لك الدراع ب3 ورقات. منيحه؟ شو ها؟ 3 ليرات حق دراع؟ ايش هو عم بيشتري من عندك ذهب؟ الذهب ارخص. اكيد اكيد ما في شك ارخص بكثير، بالعكس بكره اذا لبست الطقم اياك تعلق بروش ذهب عليه، اياك. اوعك عم حذرك، بخيص سعره. ها انا عم بعطيك صوف كشمير من هيمالايا ممزوج بشعر معزه من نيوزيلندا، بقى شو دحش الذهب بين النفايس؟ الله يخليني اياك. شو فوتوا الفوته؟ شوف ابو صبري، وحيات شواربي وشواربك ما بيشفع لك عندي الا سمعتك الطيبه بين الناس، مشان هيك رح نتكل على الله. تشرف باشر تفصيل. بعون الله، قول الله. اتفقنا على قماشه استاذ؟ يعني والله انا شايفها حلوه، انت شو رايك ابو صبري؟ والله انا مستعد اذا ما عجبتك اني خلص 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 ابو صبري خلص عجبتني.
قديش بدك سلفي؟ هو بالعادة أنا باخذ سلفي من الناس. أعطيه 15 ليرة. فضلت على راسنا. شري هي 15 ليرة. يسلم وديات نعمة كريم، يعوضن عليك بعشرة إن شاء الله. إيمتى القياس عمي؟ هو بالواقع إذا جيت للواقع يعني أنا بالعادة ما خربت بالقياس ولا مليمتر واحد، باقي اللي بيقول لك قياس وما قياس بده يجي. لك يعني في قياس ولا ما في قياس؟ هو القياس مو ضروري عند الشياطين الخاطئة، عند الخياط الشاطر. بس كل الخياطين اتفقوا على إنه القياس ضروري. أنا بزمانه اسمع القصة بزمانه. لك حبيبي ما بدي اسمع شيء، مشان الله فهمني إيمتى القياس؟ بعد اسبوع استاذ، بعد اسبوع. غب لك اسبوع زمان ورجع لعنا. انت طالع هالجوهرة من زمان، فضلت على راسي والله. لك على اي جيره انت افهم من معلمك. السلام عليكم. الله معك حبيبي، مع السلامه. اهلين وسهلين مرحبتين. الله معك، الله يجعلك بكل خير وسلامه. مع السلامه يا سيدي. الله معك، مع السلامه. اهلين وسهلين مرحبتين. اهلين ام محمد، اهلا وسهلا مرحبا. ايه سيدي، هلا اجى وقت براد الشاي. هلا وقته. جدد لنا الطبخه اعمل معروف. في امرك معلم. جميل جمال مالوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال.